كل عام وانتم بخير جميعا، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، عادها الله علينا وعليكم باليوم من الخير والبركات. وان شاء الله اليوم حنعمل معاكم الكعك الفلسطيني على اصوله بمقادير سهلة وسريعة، وما شاء الله كعك تحفة بصراحة. أنا إلي 5 سنوات بعمل هذه الطريقة وبنفس المقادير ونفس التكات، طعمه لذيذ جدا وبدوب في التم دوب. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لليوم، وتقولوا لي ايش رايكم وتطبقوها خطوه بخطوه. ويلا بينا على المكونات. اول شيء سمنه نباتيه، زيت نباتي، قلبين عجوه، قلبين زبده، قرفه، سكر، حليب، بودره، اي نوع متوفر عندكم، ينسون مطحون، محلب، ينسون حب، بيكنج باودر، فانيلا، سمسم، توابل او دقة الكعك، سميد، طحين. بالنسبة للمقادير طبعا هلقيتها هحكيها بالتفصيل وانا بشتغل معاكو، ويلا بينا على الطريقة. اول حاجة معانا هي الكاسة اللي هعمل فيها المقدار، شايفين تقريبا مج كبير. واول خطوه معانا بطريقه الكعك وهي نقع السميد. حناخد 10 كاسات سميد كله بنفس الكاسه، بهيك حطينا 10 مجات سميد بما يعادل رطل سميد. دائما كل حاجه بنعملها في نفس المعيار، بنغيرش اي شيء. اي نوع زيت نباتي بتفضلوه استخدموه. بناخد 2 مجات زيت نباتي. اي نوع سمنه مرمله بتحبوها وبتفضلوها استخدموها. هلا حنحط بنفس المج 2 كاسات سمنه، بنضيفه على الزيت 1 كاسة تانيه. حاولوا تكون السمنه سايحه شويه عشان تقدروا تعايروا الكميه وتريحنا في شغلنا. هيك تمام. وهلا حننزل بقلبين الزبده الموجودين. طبعا زي ما قلت لكم الطريقه تحفه صراحه، انا تعلمتها من شي 5 سنوات من بنت حماتي الله يرضى عليها ويسعدها، وبدعيها ربنا يوفقها ويوفق اولادها ان شاء الله. ما اقولكوش على الوصفه، كتير رائعه جدا جدا جدا، وبدوب بدهم كعك ولا اروع. طبعا زي ما انتم شايفين حطينا كل المكونات، السمنه والزيت النباتي وقلبين الزبده. هلا حنحطهم على نار قويه لحد تسخن، بس ما يغلي لدرجه الغليان، لا اقل بدرجتين تقريبا، يعني 5 دقائق على النار. ونشوف الخطوه اللي بعدها، حنضيف الزيت على السميد بالراحه. بسم الله. طبعا ما نديروش كله مره واحده، شوية شوية وبنقلب. طبعا الوصفة مضمونة 100%، وبنبدأ نقلب بالراحة وبنضيف بقية الكمية الباقية، نتأكد انه ما ضل ولا نتفة زيت. ضفت الزيت على 3 مراحل وبنقلب السميد مع الزيت لحديت ما يتشرب السميد كله. بنسيبه اقل شي 6 ساعات، او احنا بننقعه قبل بليلة وبنصبح نشتغل فيه، وحغطيه بأي شيء عندكم وحسيبه لتاني يوم. بتنتظرون إن شاء الله بكرة حنبدأ نشتغل بقية الخطوات الموجودة، وممكن كمان أثناء يعني النقع ممكن تقلبوه، يعني كل ساعتين كل ساعة تحركوا وتقلبوا السميد. ورجعت لكم من جديد ونبدأ في المرحلة الثانية وهي مرحلة الطحين. بعد ما نقعنا السميد هلأ حنبدأ في الطحين. حناخد في نفس المج 7 مجات طحين. نبدأ بسم الله، ضروري ننخل الطحين، هاي 7، وهيك حطينا بالمعيار نفس الكاسة 7 مجات طحين. وهلأ حنضيف 6 باكيتات فانيلا، نفس الشي 6 باكيتات بيكنج باودر. طبعا انا كترت الكمية عشان بحب اوزع للحبايب والجيران العزاز علينا. 6 معالق كبار سكر.
هنضيف 14 معلقة حليب بودرة، أي نوع حليب متوفر عندكم ممكن تستخدموه. 14، شايفين المعلقة معبية على الآخر. هنضيف 7 معالق دقة الكعك، 7. نحمصهم شوية لمدة دقيقتين على نار لطيفة، حتى بس يتحمسوا شوية وريحتهم تطلع هيك بفحفه. طبعا كواب الكعك كتير ريحتها قوية وحلوة، بدنا نحرك فيهم بالراحة هيك. تمام، من اول ما بلشت الريحة تطلع من دقة الكعك ندفع عليهم وبنحطهم على المكونات الموجودة. تمام، هلأ هنضيف معلقتين كبار محلب. طبعا انا جايبة المقادير كلها مزبوطة. نفس الشيء في المقلاية، هنقلبهم دقيقتين ونضيفهم على بقية المكونات هيك. تمام، بنضيفهم. هنضيف معلقتين كبار ينسون مطحون، كتير اليانسون لذيذ طعمه وريحته قوية مع الكعك. طبعا بياخد شوية، بس تقلبتين هيك دقيقة والتانية بس ياخد هيك شوية تدفاية، واحنا بنقلب فيهم وبعدين بنطفي النار. ريحة اليانسون كتير حلوة، وبنضيفهم على بقية المكونات. بناخد 4 معالق سمسم، 4. نفس الشي هنحطهم على النار ونقلبهم شوية بس ياخدوا لون خفيف جدا، وبس نطفي عليه. كلهم طبعا بنفس المقلاية نضفر عندكم، بنقلبهم وبنحمصهم. طبعا هنتمنى مستمرين في التقليب. ممكن لو حسيت المقلاية حميت برفعها شوية عن النار وبحرك وهيك. تمام، وبنضيفه. وهلأ هنضيف ذرة ملح زي ما انتم شايفين، ربع معلقة كبيرة ملح. هذه معلقة الملح بتعمل معادلة في المكونات وبتضبط المكونات. ليش احنا بنحمص كل المكونات اللي معانا؟ عشان تعطينا ريحة أفضل وطعم ونكهة. هلأ بنقلب المكونات الموجودة مع بعض بالطريقة اللي انتم شايفينها بالراحة، وأي إشي بنحاول ندخله في بعض ونفركه زي ما انتم شايفين بالطريقة اللي أنا بعملها. لازم كل المكونات تتداخل في بعض تعطينا نتيجة أفضل. لما تحسوا كله صار نفس الملمس ما فيش أي كتاويل، معناته هيك تمام. شايفين كيف؟ أفضل طريقة تفرك فيها المكونات مع الطحين بشكل جيد. يا سلام على ريحة المكونات، كتير طيبة مع التحميص، إشي رهيب هيك تمام. وهلا زي ما انتم شايفين السميد نقعناه طول الليل وهي شكله، بس بقلبه شوية دقيقة هيك وبضيفه على الطحين. بسم الله، بنضيفه كله مرة واحدة وهيك بنبدأ نبس السميد مع الطحين جيدا. كل ما بسيت السميد مع الطحين بيطلع الكعك افضل وبيعطي نتيجة احسن. اول حاجة بنلخبط الطحين مع السميد بايد واحدة، بنحاول نطلع الطحين كله من تحت من جميع الجوانب وبنقلب. ضل نقلب فيه حديد ما يضلش ولا نتفة بيضة ولا حبة طحين. بحاول افرك الطحين مع السميد. بسم الله ما شاء الله، كمية حلوة مناسبة. وهلأ بنحط الإيدتين على بعض والطحين والسميد بوسط الإيد وبنفرك. قد ما تقدري افركيه واضغط عليه وانت بتمسي. زي ما حكيت كل ما بسكيه أكثر بعت نتيجة أفضل. يا سلام على الريحة، كتير طيبة. طبعا الكعك في هذه الأجواء بحتاج للمة العيلة والحبايب والأصحابات والجيران. شايفين بمسك شوية من الطحين والسميد وبحطهم بين إيدي وبفرك فرك زي ما انتم شايفين، وبضغط عليه بين الإيدتين. بنحاول نلبسه كله، هتصير المكونات كلها متجانسة مع بعض بالطريقة اللي انتم شايفينها. وهلأ صار لي ساعة تقريبا ببس فيه بالطريقة اللي انتم شايفينها، هيك صار قوام ممتاز. وكل ما بستوه أكتر تطلع نتيجة أفضل. يا جماعة في نقطة مهمة حابة أحكيها، إذا لقيتوا العجينة أو الكعك طري مش بالضرورة تزودوه طحين ولا سميد، خلوه على نفس المقادير بالعجين
بيزبط ان شاء الله. بس ما تحطوش من عائلكو وتزودوا مقادير وتزودوا اشياء وتزودوا طحين، مش لازمه خالص. هو حيزبط الكعك بالعجين ان شاء الله. لما نيجي نضيف الميه حيزبط. طبعا زي ما انتم شايفين الطحين اتجانس مع السميد والزيت وهيك صار ممتاز. وهلا هذا القوام المطلوب زي ما انتم شايفين، ما شاء الله كتير رائع، والكمية ما شاء الله فيها بركة. مش بالضرورة انه نقعد نبس فيه لمدة ساعة متواصلة، ممكن نسيبه ونعاود نرجع تاني نبس تاني. مش بالضرورة نقعد ساعة كاملة واحنا نبس، ممكن ترتاحي لك 10 دقايق 5 دقايق وترجعي تبسيه تاني. وهيك تمام صار كل شي جاهز. وهلأ مرحلة العجين، وحنجهز اليانسون المغلي للعجين. حنعجن فيها الكعك في نفس الكاسة، حنحط 5 كاسات مية هيك 5. حنضيف 3 معالق يانسون، 2 3. حنضيف 3 معالق سكر برضو مليانين. وهلا حنحطهم على النار لحد ما يغلوا ونطفي عليه ونسيبه يبرد عشان نعجن. وهلا غلينا اليانسون وسبناه يبرد شويه، لازم نقيس الحراره نشوف يعني يكون سخن، مش سخن كتير ولا بارد كتير، تقدر تتحمليها. وهلا نبدا بسم الله. وطبعا زي ما انتم عارفين لما نعجن الكعك بنضيف الميه بالتدريج. طبعا العجين بتراب الاصابع، مش زي بتعجن العجين العادي بالطريقة هذه اللي تشايفينها بتراب الأصابع. طبعا هحكي لكم ملاحظة، الكعك اللي انتو شايفينه هذا بس عليه بيكون باودر، ما حطينا ولا ذرة خميرة. احنا بنعمل كعك بنعملش معجنات، الخميرة بتخلي الكعك يشقق ويخمر بزيادة، واحنا مش محتاجين يخمر بزيادة لانه هو مش معجنات حتى يخمر، البيكنج باودر بكفي. ما شاء الله ريحته كتير طيبة وحلوة. شايفين طريقة العجن بطراف الأصابع بالطريقة اللي انتو شايفينها، نحاول نضغط عليه بطراف الأصابع. لما نحس العجينة بدأت تطرى معانا نقول معناته خلاص يعني هيك العجينة تمام. نحاول نخلي العجينة طرية حتى ما يشقق معانا بالخبيز أو أثناء اللف. عجينة طرية وحلوة هيك تمام. هيك صارت العجينة جاهزة زي ما انتو شايفين الطراوة، وصارت ملمسها ناعم وطرية وسهلة للف. شايفين طرية بتبرم برم معانا بتلف لف. وهيك خلصنا مرحلة العجين، وهلا بنغطيه بكيس نايلون. في الوقت هذا بنسيبها ترتاح، حنجهز العجوة. أول حاجة حنضيف 2 معلقة قرفة، رشة جوز الطيب رشة خفيفة، 2 كبار سمسم، رشة حب الهيل مطحون بدي نكهة أو طعم، 1/2 كاسة زيت نباتي. نحاول نضيف شوية شوية وبنعجن بطراف الأصابع. بنضيف بقية الزيت، نفضل نعجن فيه حديد ما نضلش ولا نقطة زيت. شايفين بطراف الأصابع كله يتشربوا مع العجوة. لما تحسوها تبطل تلزق بدينا معناته العجوة صارت تمام. وهلأ حنبدأ شغلنا على بركة الله ونبدأ نلف الكعك. هلأ نشتغل في الكعك. حناخد جزء من العجينة زي ما انتو شايفين ونكورها ونمدها بالطريقة اللي انتو شايفينها، ونقطع البعض بالراحة وشوية شوية. حنجهز كمان العجوة بالطريقة اللي انتو شايفينها والحجم المناسب للكور. شايفين ما احلاها، العجوة طرية مش بتلزق بالايد ولا حاجة. هلأ زي ما انتو شايفين العجينة هنحطها على كف الايد، نضغط عليها بطراف الاصابع وندخل فيها العجوة، نضغط عليها ونسكر. اذا لقيتوها الشقفة كبيرة العجوة بنحاول نشيل منها ونلفها بطراف الايد، بنحاول تكون الكعكة نفس المستوى، وبنلفها بالشكل اللي انتو شايفينه وبنسكر وبنرصهم في الصينية. بعدين اذا بتحبوا السمسم زيادة على الكعك بامكانكم تحطوا على طرف الطاولة شوية، وحورجيكم طريقة حلوة للسمسم. نضغط بطرف الاصابع على العجينة وندخل فيها العجوة،
وبنسكر. حاولوا تخلوا العجوة ما تبان من عجينة الكعك، نضغط عليها براحة الإيد، نفرد شوية سمسم وبنلف بطراف الأصابع بالطريقة اللي انتو شايفينها. بصراحة العجينة كتير مريحة في الشغل، وبنلفها وبنسكر. إذا بتحبوا العجوة كتير في الكعك كتروا، أهم حاجة العجوة ما تبان من العجينة. بتمنى منكم كلكم تجربوا طريقتي في عمايل الكعك وتقولوا لي ايش رايكم فيها. بتقدروا تتحكموا في حجم العجينه او حجم الكعكه زي ما بدكم. طبعا ما قلكوش ريحه الكعك كتير تحفه، وريحتها عن جد غير شكل، مع الكلفه واليانسون وحوايج الكعك حاجه غير شكل. بجد اجواء رائعه، اجواء العيد واجواء رمضان وأجواء الكعك وريحة الكعك اللي بتملي الحارة. طبعاً هلأ خلص هنخبز والريحة تملي الدنيا. بتمنى منكم إذا عجبكم الفيديو تحطوا لايك وشير وكومنت وإشعارات، ولا تنسوني من تعليقاتكم الحلوة على الفيديو. ولا مشقق ولا حاجة، العجينة كتير مريحة وبتجري جراي معايا. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ والله حاجة تحفة، تحفة فنية يا ماما. وهيك خلصنا أول صينية، مين أحلى بسمسم ولا من غير سمسم؟ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله على العجينة، حاجة تحفة والله، بجد في قمة السعادة الواحد وهو بيعمل كعك لأولاده ولجيرانه ولحبايبه. طبعا ما قلكوش يا جماعة احنا في اسطنبول هون ما بعرفوا الكعك الفلسطيني ومش موجود بكترة عنا، والناس استغربت لما بعمله وزعلهم بيستغربوا منه من زكاوته، بقول ايش هذا، الكل بيسأل وبتساءل ايش هذا، ايش هالفخامة هذا، ايش هالطعم. فعلا الكل بيقول لي سلم ايديكي، وكتير والله كتير طلبوا مني الوصفة، وقلت لهم ان شاء الله حنزلكوا اياها قريبا. كتير ناس هون بيستنوا بالطريقة، وإن شاء الله الفيديو ينال إعجاب الجميع وتدعموني بتعليقاتكم الحلوة. يا رب تكتر اللايكات يا رب والشير، وحكمل معاكم مستمرين في لف الكعك بالطريقة اللي انتو شايفينها، والعجينة حلوة وطرية ولا شققت ولا اشي. مش بقولكو طريقة مضمونة 100%، في حاجة حابة احكي لكم اياها. احيانا بتلاقوا عند العطار في عبوات صغيرة هيك ازاز بسموها منكهات الكعك، بدي طعم ونكهة للكعك. اذا حابين تسألوا وتجيبوها مش غلط، شوفوا عند العطار ممكن تلاقوها. حط مقدار معلقتين منه، هو طبعا تيجي العبوة سائلة بسموه يعني منكه الكعك او دهن الكعك، بدي طعم ولذاذة للكعك. وبالنسبة كمان صواني الكعك مش محتاجة تدهنيها زيت ولا اشي، لانكم انتو عارفين كمية الزيت والسمنة اللي بالكعك مش حيلزق ولا اشي، وحيعطينا نتيجة حلوة في الخبيز. اهم حاجة بتاخدوا قطعة من العجين وبتغطوه بالنايلون. وهلأ هنحمي الفرن على اعلى درجة، على 250 درجة، نحميه كويس كويس حتى يعطينا نتيجة حلوة للكعك وما ينشفش معانا. اهم حاجة يكون الفرن حامي. وهلأ هبدأ في الخبيز ان شاء الله. هستخدم الفرن الكهرباء، وانا اللي بتحكم في درجة الحرارة، ولكن اذا كان عم تستخدموا الفرن الغاز انتو بتعرفوا بتحمروا من تحت اول شيء وبعدين بتولعوا من فوق. وهلأ خلصوا كعكاتي وصاروا جاهزين. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتو شايفين كمية مش قليلة، بجد تحفة، بجد تحفة، بسم الله ما شاء الله. كل حبة بحبتها زي ما انتو شايفين، فيش في تشققات ولا مكسر ولا اي حاجة، من اول كعكاية لاخر كعكاية ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ريحته تحفة، ريحته بتفقع فقع كل المنطقة عندنا في اسطنبول، يقولوا ايش هالريحة. يا سلام، زي ما انتو شايفين هاي كعكة بسمسم وكعك من غير سمسم. دوق يا مرام الكعكة، كيف طعمه يا ماما؟ آخر غرام، سلم ايديك يا ماما، الكعكة كتير زاكي. صحتين وعافية يا ماما.
شوفوا يا جماعة، شوفوا الكعك ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، طعمه خرافي، شكله بيفتح النفس ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا الكعك كيف دايب دوب، شايفين؟ هذا هو الكعك اللي بدوب في التم ذوبان، صراحة طعم ولا أروع، بسم الله ما شاء الله. اللي عباله ما يحرم حاله، وما تنسوش اللايك وتعليق الحلو. طبعا الكعك زي ما انتو عارفين مع كاسة الشاي حاجة خرافية، بسم الله ما شاء الله، بسم الله. حاجة غير شكل صراحة. وضيوفنا طبعا أول يوم في رمضان في عيد الفطر السعيد، كل عام وانتو بخير. بنقدم الكعك مع الشاي لضيوفنا، أهلا وسهلا فيهم، وكل عام وانتم بخير، يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. ندوق طعمه صراحة، طعمه كتير تحفة، لذيذ جدا جدا جدا. هو هذا الكعك اللي بقوله بدوب في التم دوب، وهذه وصفتي كتير روعة، مقاديرها مزبوطة 100%. بتمنى منكم انكم تطبقوا وصفتي، ان شاء الله تعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في قناتي، لايك وشير وكومنت واشعارات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويعطيكم الف عافية، كل عام وانتم بخير.